المعروف أن معظم الأعمال القصصية والروائية تكتب وتعد للنشر بطريقة سردية للقراءة، فمهمة كاتب السيناريو هي كتابة النص السينمائي أو التلفزيوني، والمقصود به النص المرئي أو مشروع البرنامج أو الفيلم أو التمثيلية. يضع السيناريست في عين الاعتبار أنه يتعامل مع جمهور من ثلاث فئات: جمهور التنفيذ، جمهور المؤسسة السينمائية أو التلفزيونية، الجمهور العام. جمهور التنفيذ ويشمل المنتج، الموزع، المخرج، الممثلين، المصور، مهندس الديكور والمونيتور. جمهور المؤسسة السينمائية ويشمل النقاد، الرقابة، لجان المسابقات والمهرجانات وما يحكم ذلك من قيم ومفاهيم فنية واجتماعية وأخلاقية وسياسية. أما الجمهور العام فالمقصود به كل من يشاهد العمل النهائي على الشاشة. يبدأ تكوين السيناريو بالتحديد الدقيق لفكرته الرئيسية التي يتم تطويرها خلال عدة مراحل وفقاً لطبيعة أو نوع الفيلم. على من يريد كتابة سيناريو أن يتعرف جيداً على الموضوع الذي يريد التعبير عنه وتقديمه بواسطة السيناريو. عليه أن يسأل نفسه: ما الجديد الذي أريد تقديمه عن الموضوع؟ في الرؤية، في الأسلوب، في الموضوع نفسه، وبأي كيفية سأقدمه؟ من خلال فيلم روائي أو وثائقي أو مزيج منهما؟ كم من الوقت يحتاج لتقديمه؟ وعبر أي وسيط سيقدمه؟ السينما أم التلفزيون؟ من هو الجمهور المستهدف بالفيلم؟ بالنظر إلى موضوعه وأسلوبه وأفكاره، جمهور خاص؟ نخبة مثقفة ومتعلمة، أطفال، نساء، أم جمهور عام؟ وأين؟ في بلد معين؟ قومية معينة؟ أم لكل الناس؟ من هي الجهة أو الجهات التي يمكنها تمويل إنتاجه؟ بعد الوصول إلى إجابات محددة على هذه الأسئلة، يشرع في كتابة ملخص مكثف لموضوعه في عدد من الصفحات، بحيث يتضمن الملخص إجابات لأسئلة السابقة، إضافة إلى عرض موجز للموضوع والأفكار التي يتضمنها. ويرفق مع الملخص قائمة بالشخصيات الرئيسية والمساعدة التي ستظهر في الفيلم، وقائمة بالمواقع التي سيجري فيها التصوير، وتضاف قائمة بالأزياء والأدوات التاريخية إذا كان العمل يتطلب ذلك. يهتم كاتب السيناريو غالباً بتحقيق التوازن في العمل من خلال المحافظة على اهتمام المتفرج بجميع الشخصيات الرئيسية فيه بدرجة واحدة، وكذلك تحقيق التوازن في بعض الحالات بإدخال بعض اللقطات والأحداث الجانبية العارضة. وتوجد أساليب عديدة لتحقيق هذا التوازن، وهنا تلعب حركة الكاميرا أو تكوين المناظر والمشاهد دوراً مؤثراً في هذا الصدد.